نبدأ برسالة هذا السائل الذي يقول في سؤاله: فضيلة الشيخ، أيهما أحسن، القراءة والنفث في ماء ثم شربه بالنسبة للمريض، أو النفث على المريض مباشرة؟ وما هي الأشياء في نظركم المحذورة في الرقية حيث كثر الراقون في وقتنا الحاضر؟ ونريد إجابة وتوجيه في هذا الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الرقية مشروعة وهي نوع من العلاج، بل هي أنفع العلاج، فإن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن شفاء للناس، شفاء من الأمراض الحسية وشفاء من الأمراض المعنوية، أمراض القلوب والذنوب والمعاصي. القرآن شفاء، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، فهو شفاء للمؤمنين. وأما الكفار فإنه دلالة لهم على طريق الحق، فإن قبلوه صار لهم رحمة، وإن تركوه صار حجة عليهم يوم القيامة. والرقية الشرعية يجوز أن تكون على نفس المريض مباشرة، بأن يقرأ وينفث عليه من ريقه، ويجوز أن تكون بماء ويسقى للمريض، أو بدهن ويدهن فيه موضع الألم أو موضع الحاجة، يجوز هذا وهذا. ويشترط في الرقية أولا أن يكون الراقي حسن صحيح العقيدة، أن يكون الراقي صحيح العقيدة، فلا يصح أن يرقي من عنده شرك أو خرافة أو بدع، فإن هذا لا يؤمن أن يأتي برقية غير شرعية. ثانيا، أن تكون الرقية من كتاب الله أو من الأدعية الشرعية. ثالثا، أن يعتقد أن الشفاء من الله، وأن الرقية إنما هي سبب من الأسباب. رابعا، لا بد أن تكون الرقية باللفظ العربي، فلا تكون بلفظ أعجمي لا يفهم معناه، أو بحروف مقطعة أو غير ذلك، أو بأسماء شياطين أو جن، لأن هذا شرك بالله عز وجل. نعم.